عارف لما تفتح كاميرا موبايلك فتلاقي صاحب بتاع الشاي ابتدى يظهر مشاعر ناحيتك، وفجأة تلاقي مايكل بيسحب اهو اشتغلت، ومدرسة كاملة داخلة من الشمال بتحازي تصور معاك صورة الفصل. كل ده مش قصتك انت، قصتك يا صورة شهاب وشيرين واول خروجه بعد الخطوبة. عشان كده تشاومي اي 1 في خاصية بورتريت مود، واللي هتفصلهم عن كل اللي بيحصل ورا ده. تشاومي اي 1 في كاميرتين، واحدة تركز عليهم والتانية تفصل الخلفية. تشاومي اي 1 قصتك انت بس.